مبادرة سمو الشيخ ناصر في هذا المجال طبعاً ممكن هي مبادرة بدأت قبل أكثر من سنة. سموه دائماً مبادر في الأمور اللي تخص المجتمع وتخص الناس. حصلت بعض الحالات الوفاة في الملاعب، في الصالات الرياضية، حصل عملية مسح من قبل الأكاديمية الأولمبية البحرينية ومن قبل الجهات المتعاونة مثل وزارة الصحة، مثل أكثر من جهة كانت متعاونة لدراسة أسباب الوفاة اللي أدت إلى هذه الحالة، واللي شكلت من خلالها لجنة وصلت إلى التوصيات. طبعاً لما أثناء عملية المسح تم اكتشاف العاملين في هذه الصالات، أغلب العاملين كمدربين هم لاعبين سابقين، يعني لا يمتلكون الخبرة في مجال التدريب، نقص لدرجة كبيرة في ورش الإسعافات الأولية، لا يمتلكون شهادة إسعافات أولية، يعني أشخاص يعملون كمدربين في صالات التربية البدنية وصالات الحديد لا يمتلكون شهادة في الإسعافات الأولية، لا يمتلكون شهادات في التدريب أساساً. عملية التدريب والرياضة هي أسلوب حياة، فبالتالي لابد أن يكون هناك متخصصين قادرين على وضع برامج رياضية. لا يمكن أن يكون اللاعب السابق عندما يتوقف عن اللعب أن يكون مدرب، يحتاج اللاعب عندما يمارس الرياضة لأشخاص متمرسين قادرين على إعداد برامج رياضية مناسبة لهم. عندما يأتي اللاعب للملعب على سبيل المثال ليلعب يمارس كرة القدم، يستأجر الملعب للعب ساعة ونصف، هل هذه الساعة ونصف هي مناسبة لجميع اللاعبين؟ هناك فروق فردية في من لديه الإمكانية مع الفروق الفردية والعمر، عمر اللاعب. هناك من يشتكون من أمراض مزمنة منذ سنوات ولا يعلم، لذلك لابد أن تكون العملية حتى تكون الرياضة أساساً أسلوب حياة، لابد أن تكون على أساس صحيح قبل أن يدخل اللاعب سواء في الأندية، ينخرط في الأندية أو صالات التربية البدنية أو يمارس كرة القدم أو يمارس الرياضة. لابد أن يدخل إلى المستشفيات ويجري بعض الفحوص الطبية الموجودة بشكل مجاني، وزارة الصحة تقدم هذا الشيء، هناك استمارة خاصة لفحص الرياضيين. أنا كمدرب بداية كل موسم أطلب من اللاعبين إحضار هذه الشهادة الطبية تفيد بأن هذا اللاعب لائق صحياً أو يعاني مثلاً من أمراض في القلب أو بعض الأمراض المزمنة، حتى أتعامل معه على أساس علمي صحيح، لا أتسبب في انتكاسة من أي نوع. فاللاعب يحتاج قبل ممارسة النشاط البدني لإجراء الفحوصات الطبية، لإجراء اختبارات احنا نطلق عليها اختبارات اللياقة البدنية. هناك مجموعة من عناصر اللياقة البدنية التي لابد أن تتوفر لدى اللاعب وقياسها قبل ممارسة النشاط البدني. على هذا الأساس أنا أقوم ببناء برنامج مناسب لكل لاعب على حدة، أراعي فيه الفروق الفردية، العمر الزمني، العمر التدريبي، عوامل النمو والتطور، الأمراض إذا كانت موجودة، الإصابات السابقة. فيجب أن يتم التدريب على هذا الأساس وفق برامج والعلوم الرياضية التي الأكاديمية الأولمبية واللجنة الأولمبية منذ سنوات وبدعم من رؤساء اللجان الأولمبية يدعمون برامج التدريب مثل البرنامج الوطني للمدربين، وهو ينطلق في مملكة البحرين منذ ما يقارب 37 عام تقريبا، خرج جميع المدربين سواء على مستوى مملكة البحرين أو خارج مملكة البحرين ومن الدول العربية والشرق الأوسط يشاركون في هذا البرنامج الوطني للمدربين الذي يعمل على إخراج مدربين قادرين على التعامل مع جميع أنواع الرياضات. كانت مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد لتفادي ما يكون، وهو إشراك جانب الإسعافات الأولية. تم التعاقد مع القاعدة الأمريكية لتنظيم ورش إسعافات أولية مصاحبة للبرنامج الوطني للمدربين. عندما يدخل المدرب للدراسة المستوى الأول لابد أن يدخل وينخرط في دورة متخصصة في الإسعافات الأولية لكي يتفادى أي مشكلة أثناء ممارسة أي لاعب للنشاط البدني.
الرياضة حتى تكون أسلوب حياة يجب أن تكون سليمة، صحة الفرد بالأساس هي ما يسعى له الجميع، لذلك يجب أن تكون وفق أنظمة تراعي سلامة الفرد. مع الخطة الخطة اللي يضعها المدرب للتدريب لتطوير مهارات رياضية، لابد أن تكون هناك خطة للأمن والسلامة في حال حدوث أي إصابة رياضية، لابد أن يكون هناك خطة مكتوبة جاهزة للتنفيذ، وتكون خطة بديلة أيضاً للإسعافات الأولية للإصابة، لا تكون خطة واحدة، قد تكون خطة ولكن أنا اليوم ألعب على أساس أن المباراة في النادي الخاص في فريقي، ولكن أنتقل إلى ملعب آخر أو منطقة أخرى قد لا تتوفر فيها أخصائي العلاج الطبيعي أو تبعد في مسافة عن أقرب مستشفى أو الإسعاف غير متواجد، لذلك لابد أن تكون هناك خطة مكتوبة وفق منهج مدروس. طبعاً هي الأمراض أمراض غير سارية، هي الأمراض التي لا تنتقل من شخص لآخر مثل الأمراض المعدية أو السارية، وهي أمراض عادة ما تكون مزمنة تلازم الإنسان. هناك 4 أمراض رئيسية تهتم بها الصحة بالإضافة إلى وجود أمراض أخرى. الأمراض 4 الرئيسية اختيارها مبني على اشتراكها في عوامل الخطر المسببة لها. طبعاً الأمراض 4 تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية، أمراض الأورام أو يعني السرطان، أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، وداء السكر. وطبعاً هاي الأمراض 4 تشترك في عوامل اختطار مشتركة، يعني كل الأمراض هذه تتسبب فيها هذه العوامل الخطورة، وهي تشمل طبعاً أنماط حياة غير صحية مثل التدخين، الخمول البدني وعدم ممارسة النشاط البدني بشكل كافي، الغذاء غير الصحي، تناول غذاء غير صحي ولا يتكون أو لا يحتوي على مكونات الفواكه والخضار والدهون الجيدة، أيضاً السمنة وارتفاع الدهون، يعني في عوامل بيولوجية وعوامل سلوكية. سلوكية هي التدخين والخمول البدني، غذاء غير صحي. البيولوجية هي تكون بعضها فيها جانب وراثي أو تتعلق بتركيبة الدم، يعني محتوى أو معدل الدهون في الدم، معدل السكر، الدهون الثلاثية. هذه المسببات الرئيسية لمعظم الأمراض 4 الرئيسية أو الغير سارية. الأمراض أو حالات الوفاة هي نسبة ضئيلة أمانة بناء على الدراسات، يعني الوفاة أثناء ممارسة الرياضة أو خلال الساعة أو الساعتين اللي بعد ممارسة النشاط البدني تبين من الدراسات أن هي معدلاتها ضئيلة أمانة، ولكن تم دراستها لأهميتها، يعني حتى لو كان معدل ضعيف أو صغير هو مهم في الأساس، لأنه المفروض أنه النشاط البدني لا يسبب أو لا يتسبب في الوفاة. طبعاً معظم أمراض الجهاز الدوري تكون إما عيوب خلقية أو مشاكل في كهرباء القلب، وطبعاً الدكتور عادل خبير فيها. أيوة، وبالإضافة إلى أمراض عيوب خلقية، توسع في عضلات القلب، أمراض تصلب الشرايين والأوردة الدموية، أو تكون لها علاقة بالجهاز التنفسي أو ارتفاع في درجة الحرارة أثناء ممارسة النشاط البدني، أو ممكن تكون حتى تغير في الأملاح في الدم. فهي أسباب عديدة، ولكن يعني من الممكن قياسها في معظم الأحيان. خلينا نقول طبعاً في مملكة البحرين الاهتمام والرعاية الكريمة من سمو الشيخ ناصر واهتمامه بالقطاع الرياضة والرياضات بشكل عام، يعني يهيئ بيئة خصبة إلى الرياضة ويرعى الرياضة، فيعني من المتوقع طبعاً أن الاهتمام موجود حتى في عدم وجود هذه الحالات، ولكن هو يكمل الصورة الجميلة للاهتمام بالرياضة في البحرين. بالنسبة إلى الموضوع كيف يمكن التعرف على هذه الحالات كبداية، احنا في البداية احب اقول بان الوفيات المفاجئة عند الرياضيين بشكل عام
تعتبر من النوادر، والدليل أن هناك الملايين من الرياضيين سواء كانوا في مرحلة صغيرة، المرحلة الثانوية أو الجامعية، سواء كان في أوروبا وأمريكا وآسيا، يمارسون الرياضة بشكل مستمر، ونسبة الحوادث جدا ضئيلة. نظرتنا إلى الرياضي أنه شخص يتمتع بصحة، يعني ربما الوزن المثالي، التغذية المثالية، صغير بالسن، فشيء غريب أنه يتوفى من الرياضة. فالإحصائيات تقول بأن نسبة الوفيات عند الرياضيين هي 1 لكل 80,000 رياضي إلى 1 من 100,000 رياضي، فهي مثل ما أنت شايف يعني نسبة ضئيلة. لكن أهميتها تكمن في أن إحنا كيف إحنا ممكن نتعرف على يعني الحالات اللي ممكن تتعرض إلى وفيات مفاجئة. بالدرجة الأولى هي الأعراض، وبالدرجة الثانية التاريخ المرضي. وإحنا دائما نقسم حالات الوفيات إلى الأشخاص اللي هم أقل من 35 سنة واللي أكثر من 35 سنة، لأن الأسباب تكون مختلفة. اللي أكثر من 35 سنة الأسباب الوفيات المفاجئة تكون نتيجة انسداد في شرايين القلب. اللي أقل من 35 سنة الأسباب تكون عبارة عن يعني تشوهات قلبية أو أمراض وراثية في القلب، أو اللي احنا نسميه أمراض القنوات القلبية اللي هي خاصة بكهرباء القلب، وإذا كان في مجال ممكن أن احنا ندخل فيها نستزيد منهم. فإني حق طبعاً اللي أكثر من 35 سنة، الرياضيين اللي أكثر من 35 سنة طبعاً هذا لين يكون عندهم انسداد بالشرايين مثل ما قلت. كيف نعرفهم؟ طبعاً أولاً التاريخ المرضي. إذا شخص لديه تاريخ إيجابي بمشاكل انسداد شرايين القلب، فاحتمال إصابته بالشرايين تكون أعلى من الشخص اللي طبعاً ما عنده تاريخ مرضي. النقطة الثانية الأعراض، يعني أحياناً هناك بعض المؤشرات والأعراض البسيطة اللي ربما الشخص لا يلتفت إليها، أحياناً آلام يعني بسيطة، أحياناً إنهاك. شخص يكون متعود يعمل رياضة مثلاً 3 كيلو مشي وما يحس بأي شيء، لكن فجأة يمر عليه وقت إنه يمشي 1.5 كيلو يبتدي يحس روحه تعبان. أغلب الأشخاص ما يكترث بهذا الموضوع، يقول لك طيب يمكن الجو حار، يمكن. فالتغيير في مستوى طاقة الجسم هذه تعطيني مؤشر أن ربما في شيء خطأ في الموضوع. فضيق النفس، التعب بدون سبب، خفقان القلب، كل هاي الأمور هي مؤشرات تستدعي مراجعة الطبيب. الأشخاص الأقل سنًا اللي هم 35 لهم طبعاً أسباب خاصة، من ضمنها ومن أشهرها اللي هي تكون الأسباب اللي تعرض إلى الوفيات المفاجئة، تضخم القلب. التضخم القلب طبعاً في عندنا نوعين، في تضخم القلب المرضي أو اللي احنا نسميه اعتلال عضلة القلب التضخمي، وهذا مرض وراثي ويكون نتيجة زيادة سمك عضلة القلب. المشكلة تكمن في اختلال كهربة القلب في الغرف السفلية اللي هي البطين. ففي يعني كلمة تسارع البطيني من الكلمة نفسها، تسارع معناته سرعة، والبطيني من البطين. فهذا نوع من الأنواع الخطيرة من يعني كهربة القلب اللي قد تؤدي إلى الوفيات. الإشكالية إنه زيادة سمك عضلة القلب أو عضلة القلب التضخمية هي وراثية من الولادة، بس ما تطلع إلا في سن البلوغ. يعني المريض هو عنده المشكلة من الولادة، لكن يعني صعب اكتشافها إلا في مرحلة البلوغ عن طريق فحص السونار إلى آخره. والمشكلة الأخرى إنه في نسبة كبيرة من المرضى لا يشتكون من أي أعراض، فهو في سن مثلاً 16 سنة 17 سنة يغلب الحماس، زملائه في المدرسة يعني يشاركون في رياضات معينة، كرة القدم، كرة السلة، فيأخذ الحماس يشترك معهم وما عنده أعراض من الأساس.
فهني وهو عنده على سبيل المثال تضخم القلب، فهني هذا المجهود اللي بيعمله في فترة بسيطة يؤدي بالدرجة الأولى إلى اختلال في كهربة القلب، ويؤدي إلى اللي احنا ذكرنا رجفان أذيني أو رفرفة أذينية، ويؤدي إلى الوفاة. هناك نسبة أخرى من المرضى اللي عندهم أعراض نتيجة زيادة السمك، منها التعب، منها الإرهاق، آلام في الصدر، خفقان في القلب، أحيانا أغماء بسيط. فهني دور المريض نفسه أو دور طبعا العائلة إن هم يكتشفون هذا بدايات المرض ويحاولون يعرضونه على الطبيب المختص ولا يهملون أي عرض من هاي الأعراض. وبالدرجة الأولى بما أنه مرض وراثي، فبتشوف اللي عندهم حالة وفيات مفاجئة غالبا ما يكون عندهم تاريخ مرضي، يعني الأخ مثلاً عنده أو والد العم أو العم أو الخال، ففي عندنا طبعاً تاريخ مرضي يسبب هذا الشيء. فهذا أشهر أسباب الوفيات المفاجئة عند صغار السن، اعتلال عضلة القلب التضخمي. في عندنا طبعاً أسباب أخرى اللي احنا نسميها خلل في قنوات القلب، وهذه القنوات طبعاً يعني ما لها ترجم بالعربي، بس لكن عندنا متلازمة بروغادا، في عندنا متلازمة كيو تي الطويلة، هاي كلها أسماء لقنوات قلبية يكون فيها اعتلال، وهذا يتم تشخيصها عن طريق التخطيط. وأيضا ما لها أعراض، يعني المريض ما يشتكي من شيء، أحيانا مجرد أنه الرياضة هي اللي تسبب له هذه الحالة الوفيات. وهناك طبعا أسباب أخرى لكن هذه طبعا أشهرها. هناك مدرستين في الطب في هذا الأمور، في المدرسة الأوروبية اللي يمثلونها إيطاليا. إيطاليا تقول بأنه كل شخص رياضي، وهذا طبعا يمارس في إيطاليا، كل شخص يمارس الرياضة لابد من فحص سريري ولابد من فحص للقلب اللي هو تخطيط القلب، كل شخص بدون استثناء، بس على شرط يكون يعني كممارس محترف، يعني مو يعني رياضة كهاوي، لا، كل شخص يمارس الرياضة كمحترف لابد أنه يخضع إلى تخطيط قلب وفحص سريري، ويأخذون طبعا التاريخ المرضي وإلى آخره. المدرسة الأمريكية تقول لك لا، يعني هذه مثل ما تفضلت، يعني أنا ليه بعمل تخطيط حق عندنا إحنا ملايين. فهم يفحصون الأشخاص اللي عندهم أعراض، أيهم أصح؟ كلهم صح، يعني لليوم هي مدرستين مختلفتين، إيطاليا مدرسة يعملون فحوصات، والأمريكان لهم مدرسة مختلفة يعملون فحوصات فقط عند الحاجة. أنا بالنسبة لي لو شخص يمارس الرياضة بشكل احترافي، أو يعني هو ناوي أنه يدخل نوادي صحية بحيث أنه يكون على جهاز المشي والجري ويمارس هذه الأمور، نقطتين: إذا كان عنده تاريخ مرضي بالوفاة لابد من عرض نفسه على الطبيب، هذا يعني ما عليه أي خلاف. إذا كان يشتكي من أعراض معينة، أحياناً خفقان غير طبيعي، أحياناً إعياء أو تعب، إغماء أو حالات شبيهة بالإغماء، هذا ما في شك أنه لابد أنه يعرض نفسه على طبيب لعمل هذا الفحوصات. ومثل ما تفضل الزملاء أنه الفحوصات بالبحرين مجانا، يعني وحنا الفحوصات اللي بنحتاجها بالدرجة الأولى هي تخطيط قلب وفحص سريري نفس ما يعملون في إيطاليا، وبنضيف عليهم فحص السونار اللي هو الإيكو. هذا الفحوصات الأولية. إذا اكتشفنا شيء في هذا الفحوصات الأولية طبعاً بنروح حق الفحوصات الأكثر تعقيداً ونعملها ونشوف. إذا الفحوصات الأولية كانت سليمة، إذا الشخص ممكن يمارس الرياضة، لأنه عن طريق الإيكو أو السونار إحنا استثنينا وجود تضخم القلب، لأنه السونار دقيق 100%. هو طبعا السونار بيزيح إمكانية حدوث تضخم القلب بس هذه هي. التخطيط العادي، تخطيط القلب العادي، هذه بيزيل يعني احتمالية أو الشك
في وجود مشاكل في قنوات القلب، احنا نسميها متلازمة بروغادا او متلازمة كيوتي الطويلة او القصيرة او يعني، فهذه احنا استثنينا جزء كبير من مشاكل الوفيات المفاجئة. يظل هناك طبعا النوادر، مثل على سبيل المثال هناك اعتلال عضلة البطين الأيمن النسيجي. يعني ايش معناته؟ عضلة القلب هي مكونة من عضل، في حالة اعتلال البطين الأيمن النسيجي تتحول العضلة إلى مجرد أنسجة غير طبيعية، دي مثل التليف بالضبط. وهذا طبعا من النوادر، وهذه أحيانا السونار أو الإيكو ما يكتشفها، بس هذه يعني مو منتشرة. طبعا بالتأكيد التدريب في الجو البارد يختلف عن التدريب في الجو الحار. يعني احنا منطقة الخليج الحمد لله فترة الصيف درجة حرارة محسودين عليها مثل ما يقولون، يعني جدا عالية. فالبرنامج وقت البرنامج مختلف، شدة البرنامج مختلفة عن الأجواء الباردة. طبعا هناك مخاطر في التدريب، احنا ممكن في علم التدريب نقسمها إلى ثلاث مراحل أو ثلاث: المخاطر البشرية، المخاطر البيئية، ومخاطر التجهيزات. المخاطر البيئية هي أحد الأساس في التدريب، لازم تراعيها. فترة الجو الحار تحتاج إلى سوائل، شرب السوائل بدرجة كبيرة، تحتاج إلى مراعاة درجة الحرارة العالية. كان من ضمن الحملة اللي المحاضرات اللي لمحو الأمية البدنية قدمت في المدارس، قدمت في جميع وزارات الدولة، ممكن الإعلام التلفزيون غطى هذا الشيء، الجرائد غطت هذا الشيء، كيفية محو الأمية البدنية. يعني اليوم احنا الحمد لله صرنا نتكلم عن محو الأمية البدنية، الناس صارت تعاني من سمنة بدرجة كبيرة لدرجة الخوف، فصار الكل يبي يخفض وزنه، ولكن يجب تخفيض الوزن وفق آلية صحيحة. من ضمن الحملة أو البرنامج التوعية اللي صار هو ضرورة الإنسان يحتاج إلى 10,000 خطوة في اليوم. يجب على الإنسان على كي يحافظ على صحته أن 10,000 خطوة في اليوم. 10,000 خطوة في اليوم كيف تتحقق؟ يعني ممكن بعض الأشخاص يقول أنا ما عندي الوقت الكافي لأن أنا أطلع أمشي، شلون أقدر أخطو 10,000 خطوة في اليوم؟ تخطو 10,000 خطوة في اليوم يعني لما تروح الصباح للعمل، مش بالضروري بأن أنا أوقف سيارتي على باب العمل، ممكن أنا أوقف في بارك بعيد شوي لمدة 5 دقائق، أحضر للدوام بكير شوي لمدة 5 دقائق، أحضر هاي الخمس دقائق إن أنا محسوبة لك من ضمن البرنامج. ممكن أثناء بدل ما أستخدم المصعد أستخدم السلم، أتحرك في العمل يعني من بين المكاتب بدل ما أنا جالس. الحملة الوطنية حظت باهتمام وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، ووجهت من خلال اللجنة الوطنية للأمراض غير السارية، وجهت إدارة تعزيز الصحة بتنظيم ورش وحملات توعية، بالإضافة طبعا إلى الاستعداد إلى المؤتمر الطبي في ديسمبر. أيضا هناك طبعا أنشطة أخرى تقوم بها وزارة الصحة بشكل مستمر من خلال الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، سواء كان في حملات صحية أو كانت من خلال يعني الخدمات الصحية في المراكز الصحية، الرعاية الصحية الأولية أو المستشفيات. فالحملة هي إضافة طبعا، والمشاركة موجودة، ويعني الوزارة مستعدة للمشاركة من خلال الطاقم الطبي والدعوة إلى الورش، ورش الإسعافات الأولية والتدريب، هاي من أهم يعني الأنشطة. من خلال قراءاتي في موضوع الوفيات طبعا، في فريم ورك او اطار عام على مستوى الصحه العامه في الاستعداد او لهذا النوع من الحملات. طبعا يجب ان يكون هناك استعداد من ووقايه من الرياضي نفسه او ممارس الرياضه، وطبعا في مسؤوليات على المدرب الرياضي، بالاضافه الى المؤسسه أو الصالة الرياضية أو النادي
أو الفعالية الرياضية، بالإضافة طبعا إلى وجود سياسة معينة في التدريب وفي يعني إقامة الفعاليات الرياضية، بالإضافة إلى وجود بيئة داعمة. يعني اكتمال العناصر الخمسة هذه تساهم في إنجاح الرياضة بشكل عام. فيعني إذا كان الأشخاص اللي يمارسون أي نشاط بدني، واللي إحنا دائما نحث عليه كوقاية من جميع الأمراض، لأنه exercise is medicine. ممكن إحنا بس نرجع خطوة نتكلم شوية عن حملة نبض الرياضي. طبعا تم افتتاح حملة النبض الرياضي من خلال المنصة الرئيسية للحملة في مجمع الأفنيوز في 20 أكتوبر تحت رعاية الدكتور عبد الرحمن عسكر الرئيس التنفيذي لهيئة الرياضة. وكانت هذه المنصة هي انطلاقة في الحقيقة الحملة التثقيفية التوعوية اللي نسعى من خلالها إلى نشر الوعي الصحي والرياضي بين كافة أفراد المجتمع. أقمنا بمجموعة من الفعاليات الرياضية، ابتديناها بماراثون الجري، ومن ثم عملنا نوع الكاياك أو السفن في البحر، والأسبوع اللي فات كان ماراثون الدراجات الهوائية. فعندنا تقريبا يعني كل أسبوع نشاط رياضي تثقيفي مختلف في تثقيفي. نعم، احنا في بداية السباق نعطي بعض النصائح البسيطة لممارسة الرياضة والتغذية السليمة، ومن بعدها بيكون البرنامج الرياضي نفسه، بحيث انه يعني بالذات في هذه الأجواء الجميلة في البحرين الكل يستمتع بالرياضة، وفي نفس الوقت فرصة لنا أن احنا نقدم مجموعة من النصائح الطبية. المؤتمر بيكون يعني تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد ممثل جلالة الملك لشؤون الشباب. طبعا يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط بالكيفية اللي احنا رسمناها حق هذا المؤتمر. يعني مؤتمر ينقسم إلى حملة تثقيفية لمدة 6 أسابيع بالإضافة إلى مؤتمر علمي، هذه ما حد يعني ما حد قام فيه بالضبط بالضبط. إحنا دمجنا الاثنين في برنامج علمي متكامل، هذا لأول مرة يعقد. المؤتمر يحتوي طبعا على 27 محاضرة مختلفة، وهذه المحاضرات موجهة بالدرجة الأولى إلى الطواقم الطبية، وبتكون طبعا باللغة الإنجليزية. وفي نفس المؤتمر بيكون عندنا أيضا 10 محاضرات باللغة العربية. المحاضرات طبعا بتكون علمية لكن بعيدة عن المصطلحات شوي الغريبة، بحيث أنه هي موجهة حق الرياضيين والمهتمين من إداريين في مجال الرياضة أنه يكونوا موجودين. وطبعا مواضيع مختلفة تهم كل رياضي وكل شخص مهتم بالرياضة، سواء من ناحية التغذية، من ناحية ممارسة الرياضة في الأجواء المختلفة ومضارها. هل نحتاج إلى فحص الرياضيين أو ما نحتاج إلى فحص الرياضيين؟ نوع الرياضة المناسبة لمرضى القلب؟ فكل هذه الأمور إن شاء الله بنتحدث فيها من خلال 10 محاضرات خاصة باللغة العربية. بالإضافة إلى المؤتمر بيحتوي على 4 ورش عمل خاصة بتخطيط القلب ومبادئ الإسعافات الأولية.